بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد، أهلا بحضراتكم في سلسلة جديدة من سلاسل التدريب والتعليم على بعض برامج العروض. برنامج النهارده والموقع هو برنامج بريزي، هناك شروحات كثيره على الانترنت والحقيقه كلها ممتازه واكثر من ممتازه. السلسله دي انا واخدها خطوه خطوه بحيث ان بنتعلم مهاره في كل فيديو، وارجو ان يكون فيها فايده ان شاء الله ومتعه باذن الله. ونبدا مع بعض الفيديوهات، واتمنى لكم التوفيق والسعاده باذن الله. شكرا جزيلا، نبدا مع بعض الفيديوهات. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تعلم وتعليم وتدريب على برنامج بريزي. احنا في قائمه انسرت، حاليا هنشوف مع بعض كيفيه ادراك صوره. مجرد ان اضغط ايمج وبقوم جاي رايح بيكتشر، البيكتشرز الموجوده عندي اهو، ممكن اختار اي صوره من الصور، تشريح، نبات، اي حاجه، اي رمز من اي حاجه بسيطه اهو، ضغطت عليها بالشكل ده، بديها وقتها في التحميل. هنتوقف، هنوقف الفيديو شويه صغيرين، ثواني معدوده ودقائق معدوده حتى يكتمل التحميل. اهو تقريبا التحميل شبه اكتمل، الحمد لله الصوره نزلت اهو بالشكل ده. وطبعا اقدر اكبرها زي ما حضراتكم شايفين او اصغرها، الريزولوشن بتاعها واضح كبير، اقدر اصغرها زي ما انا عايز. طب الناس هتشوفها ازاي؟ ما احنا اتفقنا يا جماعة الخير ان اقدر اخدها كده واحطها داخل هنا واصغر كمان اهو بالشكل ده داخل المربع ده. ايوة، مش قادر اتحكم فيه، اروح اهو لازم اكبر بالشكل ده، اهي الصورة اهي. طب دي صغيرة قوي، اقدر اكبرها شوية، اقدر اكبرها شوية بالشكل ده، اقدر اعمل لها زوم لوحده. اقدر اعمل لها زوم لوحده، ازاي فاكرين؟ اروح اخد لها اعمل لها فريم حواليها بهذا الشكل اهو، بس الفريم ده كبير قوي، انا محتاج اصغره بالشكل ده اهو اهو بالطريقه دي. طب عايزين نعمل نشوف مع بعض هيبقى شكلها عامل ازاي. بصوا من بعيد صغيره مش باينه ازاي خالص، صح؟ طب نشوف مع بعض بقى لما اعمل زوم عليها. طب وبعدين اهي بصوا كبرت قد ايه، اقدر اعمل زوم اكتر من كده؟ اقدر، اقدر ازاي؟ بصوا بقى حضراتكم اهو، دي رقم 9 مظبوط، اولا هنا رقم 3. طب ما انا اروح يجي بقى هنا مهارة جديدة ان اقدر احرك المناظر ارتبها، اهي رقم 3 عشان يعمل لي ايه؟ هنشوف مع بعض. هروح كده ادوس على رقم 3، جاب لي الورقه الصفراء دي اللي هو الستيك نوت اللي موجوده عندي، اروح ادوس الرقم 9 يقوم جاي مكبر لي اللي جواها، يبقى زوم على مرتين اهو. اقدر اكبر دي شويه؟ اقدر اكبرها، او اقدر اعمل ايه؟ اقدر اخلي الفريم ده، احنا اتفقنا عشان اكبر التكبير اكتر اخلي الزوم بتاعي اهو، كل لما اقرب الفريم او اللقطة يبقى التكبير هيبقى اكبر، ما انا بقرب اهو، بقرب منها قوي. عايزين نتأكد من الكلام ده، نشوف مع بعض. ادي 3 اهي، ادي 3 اهي، وبعدين نروح هنا. شفتوا بقى واضحة ازاي؟ طب انا عايز اكبر اكتر من كده شوية، بسيطة، اروح هنا اضغط ضغطة واحدة على الفريم كله اللي هو هيعمل الزوم واكبره بقى كله بالشكل ده واوسطنه في الورقة. نتأكد من اللي احنا عملناه اهو، ادي 3 وادي ده احنا كبرنا. شفتوا بقى، يبقى اقدر اكبر على حاجات صغيرة جدا 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 اهو بالشكل ده، واضح؟ نرجع للشكل من بعيد خالص، يبقى احنا كده ضفنا صورة وعرفنا ازاي نتعامل معاها. طيب
نضيف دلوقتي هيبقى فيديو قادم ان شاء الله اضافه بقى سيمبلز وشيبس. يبقى احنا عرفنا الصوره من هنا اهو، وعرفنا ازاي نتعامل معه. نلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله على خير. اترككم في رعايه الله وامان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.